ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضي ربك ألا تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
رحمهما كما